بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله عما نوال كل المخلوقات. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. شوف الناس فهم، لا عقل لهم ولا آداب لهم. معلم أي في رأيه جاي يعلم فينا أهل العلم كامل عنا، هذا منطق الكلام الكل، خاصة المختصين تو في الوقت هذا نتاع الماركتينغ ومتاع الانفورماتيك. الناس هذوكم أرباب عندهم هما، ما كيفهم حد، والمستقبل لهم إلى حين مستقبلكم نهار تليار بيدل منكم القوة الإعلامية والإشهارية، ويكملكم ساعتكم بكشفان حالكم. مازالك اللي سببتوا فيه تسوقوا في الناس بطريقة ملتوية، تخليوا الصغار مشدودين إلى الألوان وإلى الحركات وإلى الشعارات، باش صغير يبغى على والدي بما أنه هو فايق بضعف والديه، يبغى عليش لي كذا، هو بما أنه الآخر مربوط به يعبد شيء من دون الله. أي يا حبيبي يا تو نشتري شنو، سيارة طيارة اش تحب، خليتوها وجليتوها ولعب بكم بنو صهيون والكرب معهم اليد في اليد، يخرب لكم في رأس مالكم كما خربوا عقولكم كما خربوا عواطفكم. راهو ما عادش عندكم صفة الإنسان إلا قليلا بفضل الرحمن. نعود إن شاء الله تعالى.